بعد ما انهار الاتحاد السوفيتي بدأ واضح انه دول المنطقة بشكل عام، اقصد الانظمة، بدأت تتآمر على هؤلاء، لانه كان متوقع، على فكرة كان متوقع انه لما بيخرج الاتحاد السوفيتي مرغم من افغانستان انه هذول الناس يرجعوا كل الناس الى بلادهم، وبالتالي يبدأوا ايش يأثروا، لانه اللي موجود كما قلنا اكثر من مرة هي نظم اصلا لا تمثل شعوبها اطلاقا، فيش اي مسوغ لوجودها اصلا، وعلى خلاف ما هو معتاد حتى في العالم الان تفرض على رقاب هذه الشعوب فرض، وهذا مما يجعلنا دائما نشك بشكل كبير في كل هذه الأنظمة وارتباطاتها وعدائها للأمة وتآمرها على مصالحها. لذلك شيء طبيعي تجدهم انه كلهم يبدوا ينسقوا مع بعضهم ويتابعوا الناس اللي بدها ترجع من أفغانستان.